وعايز اطمنكم ايضا على الاوضاع في الداخل. صحيح احنا بنمر بظروف صعبه جدا زي ما كل الدول تقريبا بتمر بده، وده امر احنا ما صنعناهوش بانفسنا يعني. وانا يمكن قلت مره قبل كده ما اعرفش يعني ان ده وصل لكم ولا، لما قلت ان احنا يعني ما دخلناش في حروب واقتتال ضيعنا فيه قدرات الدوله المصريه ومستقبلها. لا، ما عملناش كده، احنا كنا حريصين في كل ردود افعالنا ان احنا يعني نتسم بكتير كتير من التوازن ومن الحكمه في التعامل مع كل المشاكل اللي بتقابلنا. وكان حتى موضوع الارهاب ده فرض علينا فرض، احنا حرصنا جدا جدا من اول يوم. لو حد من طبعا انتم يعني الشباب صغير لكن اكيد بتعرفوا ده، يعني في 2013 و14 احنا كنا حريصين جدا جدا على ان ما يحصلش ابدا اي شكل من اشكال الصراع او اي شكل من اشكال الاقتتال. لكن ده يعني كان اختيارهم وكان لابد ان احنا نجابه هذا الاختيار. على كل حال بقول لكم ان احنا الدولة بتبذل جهد كبير جدا جدا للحفاظ على مستوى مش هقول ابدا مناسب، ولكن نقدر كلنا مع بعض بالصبر وبالفهم، بالصبر والفهم، لما نفهم ان ما نحن فيه هو عبارة عن نتاج ظروف احنا ما مش السبب فيها، لا، لظروف دولية صعبة لها تداعيات كبيرة جدا جدا على العالم كله، وأثرت كتير جدا جدا على تكلفة الحياة، سواء كان طاقة سواء كانت سلع أساسية أو حتى مستلزمات إنتاج. الدنيا كلها الأسعار كلها ارتفعت. ولما أنا يمكن قلت يعني إن إحنا بنستهدف 100 مليار دولار، كتير مننا كان توقف قدام الرقم وقال اشمعنى 100 مليار يعني. أنا عايز أقول لكم على حاجة يعني باختصار شديد جدا جدا، عندما نتمكن بإن إحنا يكون حجم الحصيلة الدولارية اللي الدولة إيراداتها يعني منها أكبر من مصروف الدولة المصرية، سواء كان بتشتري بيها طاقة مواد بترولية أو غيره، أو بتشتري بيها سلع أساسية محتاجينها لمعيشة الناس أو أي احتياجات أخرى، عندما يتساوى على الأقل دخل الدولة المصرية من الدولار ومصروفها من الدولار، صدقوني الأمور هتبقى أحسن من كده بكتير. وده جهد احنا بنبذله، والكلام ده انا يمكن اتكلمت فيه قبل كده مع الحكومة من أكتر من 3 سنين، وقلت ان احنا محتاجين نتحرك وبسرعة، ان احنا ما يبقاش عندنا أبدا غير حجم أكبر من اللي احنا محتاجينه. في كل الأحوال احنا محتاجين نعمل كده. طب احنا ماشيين في ده، يمكن انتوا سمعتوا يمكن في رقم ذكر امبارح اكتر من 40-50 مليار دولار حجم الصادرات المصريه السنه دي او في العشر شهور دول. طب ده كفايه؟ لا، مش كفايه. فانا بس حبيت اقول لكم او اقول للناس من خلالكم للشعب المصري كله، احنا بنعاني لكن الحمد لله عايشين وهنقدر نعيش، والظروف الصعبه دي هتمر علينا، وياما مرت على مصر ظروف اصعب من كده. والشعب المصري بعزمته وبفهمه وبصبره قدر يتجاوز الظروف الصعبة ديت، وإن شاء الله احنا هنتجاوزها. طب احنا عندنا مشكلة دولار، كان يمكن الشهرين 3 أو 4 اللي فاتوا كان في مشكلة كبيرة في الدولار الحقيقة، لكن الحمد لله رب العالمين. أنا بقول لكم وبقول للناس في مصر الحمد لله الأمور، وزي ما انتم شايفين احنا كنت بتسمعوا ان في سلع في المواني، الحمد لله احنا كنا وعدنا الشعب المصري ان خلال شهرين هننهي هذه المسألة، والحمد لله احنا انهينا جزء كبير منها وماشيين وما عندناش مشكلة في الدولار. بقولها لينا كلنا يعني.